جمهور شاني كليب، مرحبا بكم في مركز تكوين شاني كليب. في الملخص ديال اليوم غادي نتبعوا ستاج اللي استفدت منه الفرق الخمس المؤهله واللي شرف عليها الاستاذ ميكو. احنا وانو اللجنه عملات القرعه، ايكيك دونزار كان من نصيبهم درس في السولفيج. Aujourd'hui, on va faire la gamme do majeur. استاذ ميكو بان عليه شويه الحرج.